تزايد الحشود العسكرية الروسية على الحدود الأوكرانية، يبدو أن روسيا تكثف استعداداتها لغزو واسع النطاق لأوكرانيا، حيث بات لديها فعلياً 70% من القوة اللازمة لتنفيذ عملية كهذه وفق تقديرات الاستخبارات الأمريكية. مسؤولون أمريكيون أشاروا إلى أن الاستخبارات الأمريكية لم تحدد ما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اتخذ قرار الانتقال إلى الهجوم أم لا، لكنهم حذروا أعضاء الكونغرس والحلفاء الأوروبيين من أنه سيكون لدى بوتين 150,000 جندي في منتصف شباط فبراير، وهي قوات كافية لتنفيذ غزو واسع. ومع اقتراب روسيا من استكمال الاستعدادات لما يبدو أنه غزو واسع النطاق لأوكرانيا، فإنه يمكن لبوتين تطويق العاصمة الأوكرانية كييف والإطاحة بالرئيس فلوديمير زيلينسكي في غضون 48 ساعة وفقاً للمسؤولين الأمريكيين. وحذر المسؤولون الأمريكيون من أن النزاع ستكون له كلفة بشرية كبيرة في حال حصوله، وقد يؤدي إلى مقتل ما بين 25 إلى 50 ألف مدني، وما بين 5 إلى 25 ألف جندي أوكراني، وما بين 3 إلى 10 آلاف جندي روسي. وتأتي التحذيرات الأمريكية بالتزامن مع وصول أولى مجموعة من الجنود الأمريكيين السبت إلى بولندا بعد قرار الرئيس جو بايدن إرسال تعزيزات للدفاع عن دول حلف شمال الأطلسي، وسط حركة دبلوماسية حثيثة تستهدف إقناع موسكو بسحب قواتها المحتشدة عند حدود أوكرانيا.